بالنسبه لبزاف ديال العيالات الفتيات كيبغيو يرطبوا الشعر ديالهم، مواد طبيعيه، خد نص بنانه كنمركوها مع صفار بيضه بلديه، مع معلقه ديال الزبده بلديه، معلقه ديال العسل الحر، كنخلطوا هاد المكونات ونضيفوا لهم دائما جوج معالق ديال زيت الكوك. حنا كنعرفوا الفائده ديال زيت الكوك، مرطب طبيعي للشعر، كنضيفوه دائما في الترطيبات ديالنا. غير هي الترطيبه اللي بغيو نحطوها على الشعر، خصو يكون الشعر مغسول ونديروا الترطيبه بحال اللي كنديروا الترطيبه الكيماويه، يعني ملي كناخذوها كنلفوا الشعر ديالنا بفوطه ديال القطن. الترطيبه الثانيه اللي هي تقدر نديروها حتى للبنات الصغار، كناخذوا معلقه ديال الزاز وصفار بيضه بلديه وتقريبا واحد ربع لافوكا نمعكوه حتى هي، ونضيفوا معها نص كاس ديال المخ ديال العظم، يعني مخ ديال العظم كندوبوه ونصفيوه وناخذوا منه نص كاس ونضيفوه مع هذه المكونات. هذه ترطيبه طبيعيه وكتعطي نتيجه مع الوقت، يعني نقدروا نديروها جوج مرات في الاسبوع، نقدروا نديروها حتى ثلاثه المرات في الاسبوع. بالنسبه للزريعه الكتان حتى هي عندها واحد الفعاليه كبيره في ترطيب الشعر. الا خدينا نص كاس ديال زريعه الكتان وطيبناه في كاس ديال الماء، كنصفيو داك الماده الهلاميه، كنضيفوا لها جوج معالق ديال زيت الكوك، وكنقدروا نضيفوا معها صفار بيضه بلديه. هذه الترطيبه طبيعيه ويمكن لها نديروها حتى للبنات الصغار وبدون تخوف، حتى هي كترطب وكتعطي نتيجه فعاله للشعر. بالنسبه للترطيبه الاخرى يمكن نديروها قبل ما نغسلوا الشعر ديالنا، كناخذوا زبده الكاريتي، يعني زبده الشيا اللي دابا موجوده في الصيدليه، كناخذوا منها جوج معالق كندوبوهم في حمام مريم، وكنضيفوا لهم معلقه ديال العسل الحر، وكنضيفوا معاهم تقريبا نص كاس ديال الماده الهلاميه ديال زريعه الكتان. كنخلطوا هذا المكون ندهنوا به الشعر ديالنا، تقدر تبقى ساعه ساعتين بدون تخوف، من بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. غير بالنسبه للناس اللي كيبغيو يرطبوا الشعر ديالهم، دائما التشليله الاخيره تكون بالزاز، عصبه الزاز راه معروفه كانوا كيديروها جدودنا في المواد ديال يعني في الغسول في الشامبوان. حنا كناخذوا هذا الزاز كاس منه كنضيفوا معاه جوج كيسان ديال الماء ونخليوه حتى كيطلق مزيان، هو اللي كنشلوا به الشعر ديالنا وكتعطي نتيجه حتى هي فعاله للترطيب.